وانا ثاني زوان بنين مع الشيف كامون على اذاعه تيتراديو. شريم طاكوس او طاكوس ديال الكروفيت، طاكوس ديال بصح كنشدو واحد البصله حمرا وكنشلوها مزيان، وماطيشي تاعي كنقطعوها مزيان، ومعدنوس كنقطعوها مزيان، كنشدو لافوكا وكنديروها فواحد الجبانيه وكنمعزوها مزيان، وكنزيدو عليها داك البصله اللي قطعناها والماطيشه والمعدنوس، وكنعصرو عليها حامضه والحبات تكون خضراء سمعتيني، كنزيدو مليحه وبزيره، وكنخلطو هاد الخليط اللي كنسميه غواكامولي، كنحطو جانبا، كنشدو واحد الفله حاره كنقطعوها مزيان، وكنزيدو عليها شويه البصله والماطيشه مقطعه مزيان حتى هي، وشويه ديال الحامض والزيت العود ومليحه وبزيره، وكنخلطوها بيكو دي غايو، كنشدو واحد الخلاطه كنديرو فيها المايونيز والمعدنوس، كنعصرو عليها حامض وكنديرو في الفله حاره وشويه الملح وكنقطعوها وكنطحنوها مزيان. نعم اسيدي اللي كنسمى صلصة فيردي، داك الشرم ديالنا والكروفيت كنزيدو عليه شويه الفله حاره وشويه البودر ديال الثومه والملح. نعم اسيدي كنحطو جانبا، كنشدو الخبز ديال الطاكون نقطعو دواور صغار كنحطوهم يتكرملو. نعم اسيدي سمعتيني، هذاك الكروفيت ديالنا كنديروه في مقيله حتى كيتحمر لينا. نعم اسيدي وكيتعسل لينا، كنشدو داك الخبز ديال الطاكون اللي قطعناه وكنديرو فيه داك الكروفيت والبيكو دي غايو. نعم اسيدي والغواكامولي، وكنحطو الصلصة فيردي حداه اللي بغينا نزيدو كناكلو بالصحه والعافيه. اي سمعتيني.